في دورة 2022 من أهم الاجتماعات، حيث تلتقي الأدول العربية حول قضايا الطفولة العربية، وهي قضايا مشتركة بين جميع الدول المتضامنين، قد تكون لها خصوصية فيما يتعلق بالدول العربية على اعتبار أن هناك مناطق مشتعلة تعرف حروب وتعرف نزاعات، مما يجعل الضرر الذي يلحقه بالطفل كبيرا، يمنعه من التعلم، يمنعه من الصحة، وكذلك يجعله ينمو في بيئة غير صحية وغير سليمة. لكن هناك قضايا مشتركة من قبيل الأطفال في الشارع، من قبيل تشغيل الأطفال، من قبيل العنف والاستغلال الذي يطال الأطفال. فهذه المواضيع اليوم نحاول أن نعالجها انطلاقا من الاستراتيجية العربية التي أطلقتها جامعة الدول العربية، ولكن هناك مبادرات خاصة لكل دولة على حدة نسعى إلى اقتصامها فيما بيننا، وكذلك الاستيحاء من هذه المبادرات حتى تعمم الفائدة على كل الدول العربية، وحتى نستثمر في هذه التراكم إن شئتم الممارسات داخل الدول العربية لفائدة تحقيق حماية أكبر للأطفال، وأيضا الوقاية من الاستغلال والعنف الذي يطال الطفولة العربية. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.